صباح مشرق مفعم بالطاقة والحيوية والتفاؤل، رغم كل ما استجد في هذه الحياة من وقائع مخيبة للأمل وتكسر كل التوقعات. الكل يتحضر للعام الجديد أكيد، يعني رقم 6 يشع بما يحمله من مغريات ومن متغيرات. شكرا على تفاعلكم بخصوص الموضوع السابق الذي كان يتمحور حول العلاقات العاطفية. سلطنا الضوء فقط على جانب معين من هذا الموضوع، لكن الموضوع شائك جدا وفيه تفاصيل كثيرة جدا. بالأمس فقد الفن أو المسرح العربي أحد أعمدته، الفنانة الكوميديانة سهير البابلي التي تألقت كنجمة مسرح وتلفزيون وسينما. هي بكيزة في مسلسل بكيزة وزغلول، وريا في مسرحية ريا وسكينة، وأبلة عفت في مسرحية مدرسة المشاغبين. في السينما تأرجحت بين الدور الثاني ودور البطولة يعني، لكن مكانها الأساسي الرئيسي هو المسرح. الفنانة الراحلة حين اعتزلت ظلت وفية لفنها ولم لم تستاء من ماضيها الفني أو تتهرب من ما قدمته من أعمال يعني، لأن حياتها السابقة كانت يعني شيء يعني مقدر، والأهم هو المستوى الذي وصلت إليه يعني في الجانب الروحي والديني. ظلت تتميز بخفة دمها، أعطت فعلا نموذجا صالحا وجيدا للمرأة المتدينة بالفعل، وهي قمة في التمثيل. ولها للأسف الموت سبقنا يعني، كان من المفترض أن أضع فيديو خاص بهذه الفنانة، كنت معجبا بفنها وبخفة دمها، وليس بخفة دم فقط، هي ممثلة تراجيدية من الطراز الرفيع، لأنها تدربت وتمرنت في المسرح يعني. الذين يتخرجون من المسرح لا خوف عليهم، أداؤهم قوي. كنت سأشيد بمشهد لها في ريا وسكينة، آخر مشهد، حين تعرف أن التي قتلت هي ابنة شقيقتها يعني، تلك الصرخة المكتومة التي قامت بفعلها يعني تستحق أوسكار يعني، صرخة مكتومة يعني. وكملت حين ظلت تعاتبها وتندب ما حصل يعني، أكملت والدموع تسيل في نفس الوقت يعني. هذا المشهد يعني، المشكلة أن المشهد مباشر، ليس فيه بروفات أو تحضير أو تصوير أو يعني مونتاج، يعني مباشر لايف يعني، لايف دايركتلي يعني، تمثل بشكل مباشر تلك الأحاسيس والانفعالات يعني. صعبة جدا انفعالات وجهها مع الصرخة المكتومة، لا تستحق أوسكار على هذه اللحظة يعني. بالضبط النهاية في مشهد ريا وسكينة يعني، لو كان عندي المقطع لوضعته يعني، حين صرخت تلك الصرخة المكتومة وظلت تندب ما حصل يعني، وتعاتب وتقول هذه هي النهاية يعني، كان يجب أن يحدث هذا يعني. ممثلة صريحة تستحق كل تقدير يعني، فعلا ممثلة عن جدارة واستحقاق، ممثلة متمكنة فعلا، وشخصيتها كانت قوية جدا يعني، وتكونت ثنائي، أول ثنائي نسائي كوميدي يعني، بكيزة وزغلول يعني، رحم الله الفقيدة. الفيديو القادم عن الأحلام وماهية الأحلام وكل ما يحيط بالأحلام، تابعوني. يا سكينة تعالي تعالي، مش هتصدقي يا سكينة، أنا نفسي مش مصدقة، مش نفسي مش هتصدقي اللي حولوني. أنت عارفة عارفة البنت اللي جبناها الصغيرة دي، تعرف تبقى مين؟ مين؟ بنتي ده معايا، بنتي أنا. شاهدتم، كان ذلك هو المشهد يعني التمثيلي الخرافي يعني، للعبقرية والإبداع والاحترافية، عنوان سهير البابلي. حتى تلك الصرخة المكتومة يعني صعب أن يفعلها الشخص، وهي مجهدة يعني، وخصوصا أنه مباشر يعني، وأكملت بعدها. لذلك أقول دائما هذا المشهد لا ينسى وتستحق عليه أوسكار فعلا.
Thank you.